جماعة اللي برا اسمحوني مليح، اسمحوا لي عليكم ظهري، اسمحوا لي برك الله يحفظكم. شوفوا جماعة، أنا توجهت منا باش نقول لكم بلي إحنا رانا جينا من مكان بعيد باش إخواننا يسمعونا، وأنا عارف أنه كثير منكم الحمد لله ربي عافاه من آفة المخدرات ومن الآفات الاجتماعية. إحنا كي نتكلموا عن المخدرات رانا نقيسوا، يعني رانا نمسوا يعني كذا من مواضيع تهم الإنسان حتى اللي ما راهش يتعاطى المخدرات، ورانا في نفس الوقت رانا نكونوا فيكم أنتم باش تحفظ كلمة ولا زوج تمشي بها في القهوة ولا تقصر مع أخوك تقدر تنصح بها الناس، يعني تاخذ فكرة ولا زوج ولا ثلاثة، يعني كي تقعد مع أخوك ولا ولد عمك ولا ولد خالك ولا ولد خوك اللي راه يتعاطى هذه المخدرات تقدر ممكن تعطي له كلمة ولا اثنين ولا ثلاثة راح تقيسه بإذن الله عز وجل وراح يرجع إن شاء الله. لأنه إحنا مشينا على يعني سواء داخل الوطن أو خارج الوطن وتلاقينا مع ناس تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وكانوا بارونا في المخدرات. وسبب التوبة ما سمعوناش كل الفيديوهات نتاعنا ولا سمعونا كل المحاضرات ولا سمعوا كل المشايخ ولا حفظوا الآيات اللي قلناهم إحنا. يقول لك يا شيخ أنا تبت كي سمعت هذه كي الأخرى عجبتني تبت. يعني كل واحد فينا ممكن واش الحاجة اللي تقيسوها هذيك هي اللي تتوبوا إن شاء الله عز وجل. إذا تشوفوا يا إخواني الكرام اسمعوني مليح، أول حاجة ننبهكم على شيء، أنا كنت أشوف الشيخ طاهر هكا يتكلم مع الناس مع الأولاد الصغار، هو جزاه الله خيرا كان من ذكائه كان يوصل رسالة، يعني هذو كان ديرهم ترونزيت كان أونتيبر كان يوصلكم رسالة عليكم. في نفس الوقت أني شفت كاين الناس هنا كي شافوا الشيخ متوجه منا هما قاعدين يقصروا مع بعضهم جماعات سمعوا فينا يا جماعة سمعونا لينا باش نقدروا إن شاء الله عز وجل نوصلوا الرسالة تاعنا ونستفادوا إن شاء الله كلمات في دقائق، وإن شاء الله عز وجل كل واحد فينا راح ياخذ عبرة في هذا المجلس إن شاء الله. شوفوا إخواني الكرام الإنسان اللي هو المخلوق الأول كما قال سبق أن ذكر المشايخ أن الإنسان هو المخلوق الأول في هذه الحياة، لأن ربي عز وجل ماذا قال؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان هذا ربي سبحانه وتعالى تكلم عليه في القرآن عشرات المرات، ولما تكلم عليه في عشرات المرات يحتاج الإنسان أن يتأمل الإنسان على وش ربي تكلم مع الإنسان، على وش تكلم مع الإنسان. أول حاجة ربي سبحانه وتعالى تكلم على الإنسان بأنه راه تحمل المهمة، وش هي الأمانة اللي يتحملها الإنسان والسماوات والأرض قال لك إحنا ما نتحملوهاش، وشكون يتحمل أمانة؟ الإنسان قال أنا يتحملها الإنسان. وش هي الأمانة هذه؟ وش هي؟ هي الدين، هي التكليف، هي الإسلام، هي كل شيء، يعني كل المهمة راك مخلوق فيها في الأرض، يعطيك ربي الوحي من عنده ويبعث لك رسول عليه الصلاة والسلام وانت تتلقى هذاك الوحي والدين، وراك مكلف الآن أمام الله. وكي تلقى ربي يوم القيامة كاين تلقى واحد العقاب وتلقى واحد النعيم. العقاب هذاك جهنم نسأل الله يعافيني ويعافيك تاع الناس اللي ما وصلوش الأمانة، والجنة تاع الناس الذين أدوا الأمانة. هذه الأمانة هي هذه اللي تسمع فيها الأذان، اللي تسمع فيها الأذان حي على الصلاة أمانة، جيت تصلي ولا ما جيت تصلي أمانة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أمانة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أمانة، وبالوالدين إحسانا أمانة، والجار ذي القربى أمانة، يعني كل ما هو من الدين فهو أمانة عندك أنت. هذه هي الأمانة اللي ربي سبحانه وتعالى كلفنا باش نتحملوها وراح يحاسبنا عليها يوم القيامة. إذن احنا لما نشوفوا روحنا ربي سبحانه وتعالى خلقنا وحملنا الأمانة، نلقاو روحنا في الدنيا هذه عندنا مهمة لازم نقوموا بها، والمهمة هذه صعبة لو كان الإنسان يتخلى عليها راح يغضب عليه من؟ الخالق سبحانه وتعالى. إذن احنا واش نعملوا الآن؟ أول حاجة باش نشوفوا روحنا كيفاش ربي سبحانه وتعالى
هيئ هذا المخلوق اللي راح يتحمل امانة. المخلوق هذا متكون من ثلاثة اشياء، يعني من ثلاثة امور يتركب منها. وش هي الامور الثلاثة هذه؟ انت كي تفهم الذات بتاعك تقدر تفهم روحك انت من، وش راح قاعد تعمل في الدنيا هذه، وكيف تقدر تعالج نفسك اذا فسدت في الطريق هذه. انت مكون من جسم لحم وعظم وعصب وجلد وشعر ودم وسوائل موجودة في الجسد بتاعك، وأجهزة معقدة في الجسم بتاعك، جهاز عظمي وجهاز هضمي وجهاز عصبي. هذه كل أجهزة موجودة في الإنسان اللي هو أعقد آلة موجودة في الحياة، أعقد مخلوق مركب هو الإنسان. أنت عبارة عن جسم، نسميه احنا الجسم الحيواني جسم، وعبارة عن عقل يفكر، جسم ينمو، جسم يكبر. ملي كان صغير كما قال الشيخ، ملي كان صغير قلت الأولاد هادو، وهو يكبر هذا جسم ينمو جسم، وهذا يتفق فيه كل المخلوقات اللي هي حيوانية، سواء كان إنسانا ذكرا أو أنثى، أو كان هذا الإنسان يعقل أو مجنون، أو كان غير الإنسان كما هو معروف في البهائم الأخرى. الحاجة الثانية وش هي؟ احنا من وش مركبين؟ مركبين كذلك من عقل يفكر، ومركبين كذلك من ماذا؟ من قلب يحب ويؤمن ويعيش مشاعر، يعني من قلب يشعر، يقول يشعر راح يدخل فيه الإيمان هذا. الآن إذا أنت الآن فهمت روحك شكون أنت؟ أنت جسم ينمو، جسم ينمو، وعقل يفكر، وقلب يشعر، ثلاثة أشياء. اسمعني مليح. روح افتح القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس، راح تلقى كل كلمة راح تتكلم على الإنسان بالإشارة ولا بالتصريح راح تلقاها تغذي لك ثلاثة. راح القرآن يتناول ويحرص على التوازن، اسمع مليح، راح يغذي لك هذه الأمور ثلاثة بتوازن. راح يتكلم لك على صحتك كي تاكل وتنمو وتعيش مليح وترتاح، وراح يتكلم لك على الصيانة تاع صحتك، وراح يتكلم لك على عقلك، وراح يتكلم لك على ما يضمن سلامة عقلك وجوده، مش ما تجنش ومش ما تستعملش أشياء تاع المجانين. وراح يتكلم لك القرآن على أمور تعتني بقلبك. وفي حين أحيانا مش نلقاو روحنا، نلقاو باللي راح يقول لنا القرآن الكريم كل هذه الثلاثة أهم حاجة فيها هي قلبك. ولهذا لما تكلمنا القرآن الكريم على الثلاثة هذوما، تكلم عليهم في آية واحدة، في آية واحدة. لو كان اللي نقول لكم أنا اللي يجيبها نعطي له مليون، ولا مش عندك مليون شيء؟ حلوة عندي. عندك حلوة. هذه صعيبة شوية. كاينة آية أشار القرآن الكريم إلى الثلاثة هذه، ثلاثة. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا فشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا إلى آخر الآيات. هنا ربي سبحانه وتعالى كان يتكلم على الإنسان ويثبت له بشيء يحيط به هذاك الإنسان. هذاك كفر بربي، قال له ما كانش يوم البعث، ما كانش. احنا الموت بركو يوم القيامة، لا حساب ولا عقاب ولا، يعني النظرية الإلحادية اللي كانوا يتكلموا عليها الكفار في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانوا يقولوا باللي احنا كي نموتوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون، يعني كيفاش ربي كي نموتوا يعاود يبعثنا يوم القيامة ويحاسبنا؟ قالوا له ما كاش من هذا. ربي عز وجل واش قال لهم؟ هما ناس فلاحين وناس يعرفوا الفلاحة ويعرفوا الزرع، اللي ماهوش فلاح منهم راعي يرعى، يعني عندهم علاقة مباشرة بالزرع. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، الماكلة اللي تأكل فيها أنت هذه تغذي لك صحتك. وكلمة فلينظر هي خطاب لتأمل العقل، يعني ما يغذي العقل هو النظر فيما يغذيه، كما النظر في الأمكنة، النظر في المحيط، في السنن الكونية، هذا يسمى تغذية العقل. وكذلك إلى طعامه تغذية الجسم، أن صببنا الماء صبا إلى آخر ما يثبت الإيمان باليوم الآخر اللي هو التغذية الإيمانية على القلب.
هذه كلها ثلاثة أشياء يعني تغذي الإنسان بالتوازن. شوفوا اسمعوني إخواني الكرام، ربي عز وجل لما تكلم عن الإنسان في القرآن الكريم أغلب الأحوال وصفه بماذا؟ وصفه بالليل سلاح، وصفه بأن الإنسان إن الإنسان لكفور. خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان ظلوما، إنه كان ظلوما جهولا. يعني صفات كثيرة تثبت على الإنسان بأن الإنسان جاهل، ضعيف، عجول، كفور. يعني عنده يعني كفور، ينكر الجميل، ينكر النعمة، يكفرها، يشكرها. يعني كل صفة في الإنسان تثبت بأنه إنسان ناقص. حتى في الأصل تاعك في البداية ربي سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا ما نسوى والو، خرجنا ما نعرفوا حتى حاجة، خرجنا من بطون أمهاتنا. لو كان تحط لنا النار روح نسوها بيدينا، لو كان تحط برمة تاع الماء سخون وانت راك خرجت من بطن أمك راك تحبي جديد في عمرك 4 شهور ولا 6 شهور ولا 8 شهور، تروح تمشي تمس الماء السخون هذا، كان ما يشدوكش الناس لأنك ما تعرفش أنت، ما تعرفش أي خرجت من بطن أمك وأنت جاهل. وجعل لنا ربي سبحانه وتعالى العقول نتاعنا، وجعل لنا السمع والبصر والأفئدة، على باش نتعلموا. كل ما يتعلم الإنسان ويتغذى راه يرتقي ويخرج من هذا الجهل اللي خلق فيه. إذا احنا وقتاش يتطرف الإنسان؟ وقتاش يولي متطرف؟ وقتاش يولي الإنسان خارج طريق؟ وقتاش يخرج من طريق؟ يخرج الإنسان من طريق إذا اختل التوازن في هذه التغذية، تغذية القلب بالإيمان والحب والعطف والمشاعر الحسنة، وتغذية العقل بالعلم النافع، وتغذية الجسم بما ينفعه من الطعام. إذا اختل يعني التوازن هذه الأمور ثلاثة، هذه لازم أنت كي تربي ولدك لازم تعتني بهذه الثلاثة. لو كان تغذي جهة وتخلي جهة يتطرف الإنسان. مش معنى التطرف، التطرف هو الاختلال في المشي، يعني يخرج الطريق الإنسان إما بالفكر وإما بماذا؟ بالشهوة. يعني إما يخرج في شهوة، يقول الإنسان لا يبالي كما شبابنا اليوم ما يهموش أي حاجة تلبي الرغبة بتاعه يديرها، تروح تقول له حلال ولا حرام ولا يقول لك دي الفتوى تاعك وروح، لأن الشهوة هي تطغى عليه والعقل ما يقدرش يتحكم فيها لأن العقل ماهوش متغذي، والقلب ما يقدرش يأمر لأن القلب ماهوش متغذي بالإيمان. إذا إحنا اليوم باش نسكنوا أنفسنا ونسكنوا شبابنا ويقدر الشباب يعاود يقول أنا تبت إلى الله، لازم التغذية، وهذه التغذية تكون من ثلاثة أنواع نختصرها يعني حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. أولا التغذية الإيمانية وهي أولى التغذيات. إحنا اليوم شوف قبل ما نتكلم عن التغذية الإيمانية، لو كان نطلقوا بالواقع نتاعنا وش هو الواقع نتاعنا؟ الآباء اليوم غير يجي يقول لك أنا ولدي عمل شيء معين، عمل مشكل، ولا بنتي عملت لي حاجة تاع نهار، ولا الابن هذا راه يتناول مخدرات داوى السجن، ولا كرهت منه، وتلقى الأب يضارب مع ولده ويصيروا مشاكل في البيت على جال أن واحد من الأولاد عمل مشكل. وبعد وش يقول الأب؟ شوفوا اسمعوا مليح الآباء، وش يقول الأب؟ يقول لك أنا ما خليت له حتى حاجة، أنا تعريت وهما لبسوا، وأنا جعت وهما كلاو، وجبت لهم نجيب شهرية كاملة، وحرمت روحي من كل خير، وكلتهم وطعمتهم وشربتهم وقريتهم ولبستهم وشريت لهم اللبسة والكسوة وجبت لهم طوموبيل جديدة وسكنتهم وما شاء الله وسكنين مليح، وما حبوش يتسلموا الأولاد، ما حبوش يتسلموا. احنا نسألهم سؤال، غديتهم؟ يقولنا ايه غديتهم وكلتهم وشريت لهم وعطيتهم، ما يخصهم غدا ولا عشاء، لا لا مش هذا هو الغدا. غديت القلب نتاعهم؟ يعني هذا الإنسان ولدك في يوم من الأيام كي كان قد هذا قولته وجبته المسجد وقلت له روح ولدي نسمعوا جمعة ولا نسمعوا درس ولا نسمعوا حاجة تنفعنا، على مائدة الطعام قعدت مع أولادك ومديت كلمة طيبة خوفتهم بربي سبحانه وتعالى، في يوم من الأيام في يوم من الأيام جلست مع أولادك بعد صلاة العشاء بدل ما تقعد تلعب
ولا تقعد في القهوة ولا قاعد تعس في الناس، تروح تجمع أولادك في بيتك وتقصر مع وليداتك وتقول لهم يا أبنائي شكون فيكم يعرف يدير يعني يوتيوب ولا أي حاجة، دير لنا شوف التلفزيون تفرجوا العائلة كامل، دير لنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دير لنا قصة النبي الفلاني، دير لنا شرح آية معينة نسمعوها كامل العائلة مع بعض. هذه كيما تكونش انت إمام ولا عالم ما تعرف حتى حاجة، كل وليدك دير لنا حاجة نسمعوها العائلة كامل مع بعضنا وندسوا عليها كل يوم تنفعكم حاجة، كل يوم انتفع مع أولادك بحاجة. كي تقعد على الطاولة انت ما مش أستاذ ولا معلم ولا عمرك قريت، كي تقول لوليدك يا وليدي يا وليدي سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك تكفيك، هذه تكفيك، هذه راح تعلمه كل الادب مع ربي مع الانسان مع نفسه ومع كل شيء. هل هذا الامر هذا اللي قلته في يوم من الايام؟ هل في يوم من الايام هزيت الجنب ابنك؟ هزيت الجنب تاع ابنك وهو راقد وقلت له يا وليدي نوض روي اذن المؤذن نوض تصلي، هذا مش راح ينفعك امام الله. هذه تحتاج منك تكون قاري مش تقولها، مش ماشي لازم. انت غديت وليدك وقلت له يا وليدي نار جهنم ما نقدرولهاش لا انا ولا انت، لازم تتقي الله. في يوم من الايام واحد من الاباء قال لوليده قال انا ما نسمحلكش وكان نموت ونخليك وما تصليش، يتكلموا على الدنيا فقط، روح تخدم روح تخدم، الناس يتخدم الناس يتعمل، شوف فلان شاطر شوف فلان وراح شوف فلان وداب شوف فلان وسافر شوف فلان ويبعث لي ماه الدراهم، تسمى تكلموا معاهم غير في الماديات، هو كي يخرج الواقع يشوف الماديات يولي يتصادم مع الواقع ويحبط في يعني يصير فيه احباط نفسي، يعني يولي يفشل ويعاود يرجع الى الطريق نتاع المخدرات باش يغطي على نفسه هذاك الفشل. اذا احنا الان نحتاج الى تغذيه في العقل وتغذيه في القلب. التغذيه تاع البطن هذه اني عارف باللي كلنا شاطرين فيها. لو كان يقولوا لنا الان اسمع راهو كان على بالك السمانه الجايه الزيت والسميده ما يكونوش، نخلوا الدرس هذا ونروحوا نتجاراو سيفيرات، اعطيني واش عندك السميد ما نخليش ولادي يجي علي. نبكي ونقتل ونضارب وند رشوه ولادي ما يجوعوش، بصح كي جاع القلب نتاعهم وما عنده حتى مثقال ذره من ايمان في قلبه، على ما تبكيش عليه؟ على ما تحكمش واحد من ولادك اللي راهو ضال وجاهل وتقول له يا فلان اروح نديك عند الامام الفلاني لازم يعطيك موعظه، ونديك معايا بس لازم تسمع، وعلى ما تنصحش ولادك وتخوفهم بالله سبحانه وتعالى؟ على ما تغذيهمش بالحب والعطف؟ لان القلب هذا لازم يتغذى بالمشاعر الطيبه، لازم كلمه مليحه. شفت النداء؟ النداء يا بني، ولا تقول يا ابني، ولا تقول يا فلان، بنداء كلمه طيبه، هذا يسمى غذاء للقلب، غذاء للقلب. كذلك شوف العقل، الغذاء تاع العقل وله اللي هو العلم، كل حاجة من المعلومات النافعة تغذي العقل، حتى ولو أمور الدنيا، نعم حتى ولو أمور الدنيا، نقول لك علاه. شوف الآن مثلا هذا المسجد، لو كنت تحسب الناس اللي يصلوا في المسجد هذا، وتشوف الناس اللي يدخلوا يصلوا شباب مثلا شباب، لو كنت تسأل الإمام وتقول له الآن تخيل يا إمام واحد الخمسة من الشباب هنا عندك قارين في الجامعة وناس مثقفين يعني قارين أمور تاع الدنيا، يقول لك الإمام هذا سبحان الله هذا الشباب هذا واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ناس جابوا بكالوريا وقارين وناس نجابة في الدراسة تاعهم، قارون تاع أمور الدنيا ما يعرفوش يدير، كي جاوا للمسجد بسهولة يفهموا وبسهولة يستجبوا وبسهولة تتسقم الأخلاق تاعهم والأعمال تاعهم. لماذا؟ لأن أمور الدنيا إذا كانت حلالا ويتعلمها الإنسان رايحة تفتح له الدين ويولي كل شيء سهل عليه، كل حاجة تولي سهل عليه، حتى أمور الدين تولي سهل عليه. وهذاك الإنسان علاه ما كانش فاسد؟ علاه ما فسدش؟ لأنه كان يقرأ وكان مشتغل بالدنيا حتى ولو علم دنيوية، حتى ولو كان ما يصليش وقت الوقت كان ما كانش عنده فرصة باش يفسد لأنه كان يقرأ. شوف الان الاولاد اللي راهم راح يعقبوا البكالوريا ان شاء الله ربي ينجحهم ويفرحهم ويكونوا ان شاء الله دخرا للبلاد والعباد ان شاء الله. الان هذوك الاولاد اللي راهم يعقبوا في البكالوريا روح عند واحد فيهم الان
واقول اسمع اي روح نلعب بارتيه تاع دوبين. يقول لك لا ما نقدرش. انا ما يقدرش عليها. يقول لك اني مشغول عندي حاجه في حياتي حاب نحققها. اذا انت لما تكون عندك حاجه حاب تحققها في حياتك وراك تتغدى ولو بحاجه دنيويه حلال ما عندكش وقت باش تفسد، لان الفراغ يجني على كل من مشى في طريقه. ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة. اذا كان الانسان عنده الواجب صحة كاينة يقدر منين يجيب، عند امه وعند ابيه ساعة يدي منا ساعة يدي منا ويلقى منين يجيب، وعنده الشباب والقوة كاينة والوقت كاين، وبعدين تكون لك مجرم تخاف منه البشرية ولا تطمئن اليه البرية. اذا كل واحد فينا الان لازم يفهم ان سبب انتشار الافات، سبب انتشار المخدرات، سبب انتشار كل ما هي يعني كما يقولوا ما تتحمله الكلمه من الاجرام الموجود الذي تفشى في اوساط شبابنا والانحراف كذلك، هذا كله هو سوء التغذيه القلب، سوء تغذيه العقل. احنا الان ولينا نغذيه في الشباب بتاعنا كول وشرب وتربات الاجسام وكبر الجسم ما عنده لا عقل يفكر ولا قلب يشعر، ما يهموش، يقدر يوصل الى درجه يقتل امه، يقتل الاب تاعه، يقتل خوه، يقدر يتعدى على اي من المحارم، يولي عباره عن قنبله تتفجر في اوساط الاسره المسلمه. لماذا؟ لاننا احنا ما غذيناش، غذيناهم غير البطون وكبرناهم في الاجسام، وصار هذا الانسان هذا صار مجرم من الدرجه الاولى، يخرج الميت من الحي. انت حي وتصلي في المسجد وابنك الان مسكين حط لك راسك في الارض، وليت تمشي وماشي في وسط الناس ولا تقدر تلفت راسك لان ابنك راه يعمل جرائم انت تستحي منها. لماذا؟ لاننا احنا ما غذيناش. الان الشباب اللي راهم الان ينحرفون، الوقت امامكم مفتوح، وكما قال الشيخ عمر ابواب التوبه مفتوحه، ما لم يغرب الانسان وما لم تطلع الشمس من مغربها. وما دام ربي سبحانه وتعالى رحيم وربي عز وجل يحث علينا لانه ارحم الراحمين، وما دام احنا عندنا فرصه لازم نفهم ان الانسان مهما ابتعد عن الله راه كاين واحد النداء تاع ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا ومولانا ينادينا ويقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لازم نفهم يا إخواني الكرام أن أبواب التوبة مفتوحة. وقد يقول لي إنسان كيفاش نقدر نغذيهم عقول. أنا هنا نقدر نتوجه للشباب، شباب، لأن هذا الأمر حتى ويقول لي إنسان أنا خلاص مشيت في الطريق هذه وراني يعني في خطر، وربما راني بديت ننتقل من مرحله الى مرحله من مراحل المخدرات ولا الافات الاجتماعيه، ولا راني ما نصليش وراني انسان منحرف، وراني يخرج من كلام من لساني الا الكلام الفاسد الذي تكتب علي فيه السيئات، السجل تاعي معمر كله بالكلام الفاحش، الغيبه والنميمه، الامور التي تسخط علي رب العالمين. انا الان واش لازمني باش نقدر نغذي القلب ونغذي العقل؟ الحمد لله انا مانيش متخصص في التغذيه تاع البطن، لان الحمد لله راني شاطرين فيها كامل ما شاء الله. ما عادش نقول لك كيفاش تاكل وكيفاش تشوي وكيفاش تطيب، ما هذيك لازم لك واحد شاف يعلمه كيفاش تاكل. كاين قنوات دركا الله يبارك انسان نهار كامل هو قدامهم، نهار كامل الناس تطيب وتاكل وهاي الكاروسات والماكله والحلوه والكاطو خير كبير. انا هذا ماشي التخصص تاعنا، التخصص تاعنا أن يتغذى الإنسان في قلبه بالإيمان، تتعرف على مولاك اللي خلقك، ماذا يريد منك الله؟ شوف اسمعني مليح، وش هي الظاهرة اللي موجودة في شبابنا؟ الظاهرة اللي موجودة في شبابنا أنهم تحولوا، شوف العصا هذه، شوف العصا هذه، وشوف العمود نتاع التريسيتي هذا، وشوف هذاك العمود، وشوف الطبقة تاع السطوب، شبابنا هذاك ربيع، قاعد كي يموت الطبقة تاع السطوب. سما نهار كامل وقع، وكي تلقاهم قاعدين الشباب هكذا قاعدين، انت تقول برك راهم يستناو في البيس، اجي حافله، تروح ليه تقول لهم شنو وصلت؟ لا قاعدين برك، يعني على بالك
على بالك واش معناتها العمر يمشي كما قال الشيخ، كل دقيقة الإنسان يكبر، وأنت حابس قاعد برك، سبحان الله ما قلتهاش، استغفر الله ما قلتهاش، عينك تلعب يمين وشمال، ولسانك يتطاول على أعراض الناس وأنت قاعد. علاه قاعد صح؟ علاه؟ ما عندكش هدف في الحياة، ما راكش داير هدف في الحياة، وما تقوليش الهدرة هذيك الغنية هذيك اللي مديرها إبليس، بلي إحنا ما عطاوناش وما وفروناش وما عدناش وما خدمناش وما قدرناش، خليها على الكريم. نقول لك علاه؟ لأنك أنت لازم تقدر تكون إنسان نافع ولو ما عطاك حتى واحد. ممن تنتظر وش تستنى؟ كاين واحد الإنسان في عمره 20 سنة، اسمعوني مليح، 20 سنة. قتل واحد. رحت نتكلم معاه ننصحه. قلت له علاش قتلته؟ ننصح فيه. قلت له علاش قتلت هذا أخوك؟ علاش قتلته؟ قال لي أنا وانا عندي في عمري 20 سنة وحياتي كامل الدولة هذه ما عطتنا والو، ما كاين خدمة، ما كاين والو. قلت له انت عندك 4 سنين ملي بلغت، يعني مازال تدير الحياة، كرهتها، كرهت الحياة وانت جاي، علاش راك تخمم بلي مازال ما عطاوك والو؟ يعني بالحق 30، بالحق 25، هذا قلت بسم الله، علاش راك تتفائل في الشر؟ نقول لك علاه؟ لأنه هذه عقلية ركبوها له في ديلو، لقى المجتمع كله قاعد. وكل المجتمع يقول له بلي احنا ما نسواوش، احنا ما عندناش، هذه ماشي بلاد، هذه ماشي حومه، هذه ماشي ولايه، هذه ماشي عائله، حتى يقول الانسان انا ماشي انسان وراني كره حياتي، وبعد يجيب الدخان يكوي روحه ويقطع روحه، يكرهها روحه يكرهها، ما يكرهش البلاد والحومه والعائله، يولي يدخل حتى نفسه يكرهها، لان هذه الصوره السوداويه هي اللي خلات الانسان يولي ما عنده حتى هدف في الحياه. وحنا بدينا بكلامنا بلي احنا عندنا امانه لازم نبلغوها امام الله. لا عندنا امانه، عندنا احنا خلفاء الله في الارض. احنا هذه الارض لازم نعمروها بتوحيد الله وبالعمل الصالح بالاستجابه الى طاعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا لازم لنا نوليو صوره متقاربه ان لم نكن طبق الاصل كما الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هذا هو المهمة تاعنا، انك انت انسان لازم تدير قدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وين حط الجرة تاعو حطيت الجرة تاعك ومشيت وراه. رجل متخلف نافع ايجابي في الحياة، احسن اب واحسن اخ، يعني زوج مثالي واب مثالي واخ مثالي ومواطن مثالي وجار مثالي، يعني كل ما تحطه يكون انسان ما شاء الله. احنا اليوم فاشلين كاننا ننتظر الموت منذ ولادتنا. احنا ما نخرج في الشارع غير يولي الانسان عنده قوه يخرج بعد سنه في الموت. يعني يدي روتلات في عمر 16 سنه يدي روتلات ويستنى الموت وقتاش جاه. انت انسان فعال نفسك تنتظر منك اشياء، والديك يستنوا منك اشياء، اهل الحي يستنوا منك اشياء. احنا في الحومه كيشوفوا واحد كان صغير قد هذا الولد وبعد نغيبوا ويقول له شكون هذا؟ يقول لي هذا فلان طويل عليا ولا كبير، ايه هذا كان صغير الله يبارك كبر ما شاء الله. كي يقول له كبرت ما شاء الله واش السنة؟ السنة هذا كيش ما يحرم لنا حاجة ما شاء الله. كان يدير حاجة في الحي ولا في البلد ولا في المجتمع ممكن يصلح الإنسان. ولهذا احنا اليوم رانا بحاجة يا إخواني الكرام أننا نراجع أنفسنا في أهدافنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا هو تحديد الهدف، هو اللي يخليك تبحث عما يغذي عقلك. كيفاش تولي تحوس حاجه تغذي لك عقلك؟ كي تحدد الهدف. شوف الانسان لو كان واحد فينا عندكم اوتيل، هنا كاين اوتيل ولا ما كانش؟ اوتيل ما كانش. قولوا مثال عندنا اوتيل فندق هنا، وجا واحد براني، جا واحد براني ونزلت هنا في المكان هذا وفي الفندق، والصباح ناض قهوة وخرج برا وسأل الناس وقال لهم جماعة وين نروح أنا؟ وين نقدر نروح؟ احنا نقول له نقول لك حاجة، قول لنا واش راك حاب ونقول لك وين تروح. ولا لا لا هكذا، إذا راك حاب سياحة حتجيك حواس كما يقولوا احنا نعطوا لك بلايص هنا تروح تحوس فيهم، وإذا راك إنسان جاي تداوي نقولوا لك المستشفيات ولا الطب تاعنا وين جايين هنا تروح داوي روحك. ولا راك انسان
راك حاب تاخذ فكره ولا علم ولا كذا، نقولوا لك الائمه والعلماء تاعنا تروح تدي منهم العلم ولا المكتبات ولا. يعني الانسان واش معناتها واش يستفادوا هنا؟ ان الانسان يتحرك بحسب هدفه. انت تتحرك على حسب الهدف تاعك. اذا راك حابس ما تقدرش تتحرك معناتها ما عندكش هدف. ولذلك واش يقولوا العلماء؟ يقولوا اذا كان عندك الوقت الفارغ بزاف وقت، يعني عندك وقت ساعات في حياتك في النهار، ساعات كثيره ما عندك حتى شغل، اعلم انك راك تمشي في الطريق الخطا، راك غالط في الطريق، على ذيك راك حابس، راك اون بارلور. اذا تشوف انسان في الحومه، انسان ناجح في الحي تاعك، تخيل انت اي انسان ناجح في الدنيا ولا في الدين، لو كان تروح ليه تقول اسمع يقول لك لا شوف دوك ما عنديش وقت، غدوه ولا غدوه شوف كيفاش نلقى وقت ان شاء الله نجي معاك، هذا تلقاه ناجح. ولو نسبيا ولا في اي ميدان ناجح، علاه ناجح؟ لانه ما عندوش وقت. اذا كان عندك وقت فارغ بزاف معناتها روح راجع روحك على طريق الخطا، ماكش تمشي ماكش تمشي، على هذيك راك حابس، وعندك اوقات طويله لا تحتاجها بصح ستندم عليها يوم القيامه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وشنو هما تبع؟ الصحة والفراغ. هذاك الفراغ اللي هو عندك ربي عز وجل قال لنا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إن لك في النهار سبحا طويلا، على الأقل على الأقل ماكش خدام ما يسحقوكش الناس، كملت حياتك روتراك ما شاء الله، أوعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تغرس ربع الخلاف في الجنة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمة حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله تتعجب إنسان يمر عليه يوم كامل ما يقولش استغفر الله، ما يقولهاش. ويعني هذا الانسان هذا مش عايش مادة الدنيا ولا الدين. احنا الدين الدنيا كلنا عندنا ابتلاءات، كل واحد فينا لو كان تقلب عليه في حياته تلقى عنده مشاكل، عنده مريض هو ولا هو مريض، عنده ضيق، عنده ولده في السجن، عنده مشاكل، عنده ديون، عنده حاجه معينه راهو يعاني منها في الحياه. وعلاش ما رانا نتعبوا في الدنيا؟ علاش نزيدوا نعبوا روحنا يوم القيامه؟ علاش الانسان ما يستغلش الحياه حتى يصلح نفسه مع الله سبحانه وتعالى؟ وشبابنا اليوم الذين العقول نتاعهم مش مغذيه وزادوا غيبوها بالمخدرات، لازم يصحح بعض الافكار في ذهنيته، الذهنيه تاعنا لازم تتغير. اللي هي وش هي؟ السعاده، مفهوم السعاده، مفهوم الرجوله. احنا السعاده اليوم ملكناها، وانا نختصر، احنا السعاده اليوم جعلناها فيما نملك من الماديات. عندك راك مليح، عندك المال راك سعيد، ما عندكش المال ماكش سعيد. الانسان دائما يعلق السعاده تاعو بالامور الماديه، وربي سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. يعني السعاده وين موجوده يا اخواني الكرام؟ لما تكون انسان مؤمن تؤمن بربك عز وجل وكذلك تعمل صالحا. كذلك الامور اللي رانا غالطين فيها، الشباب غالط في حاجه معنى الرجوله. الرجل اخواني الكرام ربي سبحانه وتعالى قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال من رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. العلماء وش يقولوا؟ من معاني الرجوله ان يكون الانسان الرجوله مش في المسطاش ولا في اللحيه ولا في انسان يخشن صوته ولا يقول انا لزوم ولا يوشم ولا يعمل، مش تسمى الرجوله. الرجوله ان يكون الانسان مطيعا لله عز وجل. الرجوله ان يؤدي الانسان المهمه التي خلقه الله من اجلها. قد تكون الرجوله في امراه ولا تكون في رجل. الرجوله موجوده في الانسان الذي يقف الموقف الحقيقي في الحياه. هذه الرجوله. الرجوله كيقول لك المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، هذاك اللي يعين عليك ماشي المؤذن، هذاك اللي عينتك الله عز وجل يقول لك روح تصلي. يعني انت لما تستجيب لله وتخلي التجاره وتخلي كل ما هو موجود في الحياه
وتروح إلى سوق الآخرة الذي فتح لك، هذه هي الرجولة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذه الرجولة. الرجل يعمر بيت الله، الرجل هو الذي يستر عورته ويستر بيته، الرجل الذي يقوم على أهله ويرحم والديه، الرجل هو الذي يحترم الإنسان الكبير ويرحم الصغير، الرجل هو الإنسان الذي لا يمد يده للناس، الرجل الذي تكون يده عليا ما تكون سفلى، اليد اللي تمد ماشي اليد اللي تدي، هذا هو الرجل. الرجل هو الإنسان الذي يستر أخاه، الرجل هو الإنسان الذي ينفع في البلاد والعباد، الرجل هو الإنسان الذي لا يعتني إلا بما ينفعه، الرجل هو الذي يريد الخير لجميع الناس. هذا الرجل كما يقول العلماء هو الذي يتلخص في معنى المسلم الحقيقي. إيش المسلم الحقيقي؟ من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لنفسه ما يحب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف من الخير، كل هذه صفات رجولة، كل صفات المسلم هي صفات رجولة، حتى ولو كان هذا الإنسان امرأة، هذه الرجولة الحقيقية. الآن كاين أمر آخر، كاين بعض الناس اختل عنده مفهوم ماذا؟ اختل عنده مفهوم القوة. القوة شنو هي القوة؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عنده واحد المنهج، عنده واحد الطريقة كان يربي بها الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الطريقة احنا اليوم لعلها راح تكون من أولويات المنهج تاعنا باش نربيو الناس، وهي تصحيح المفاهيم. شحال من حاجة تراكمت علينا في الحياة من الإعلام والشارع، شحال من حاجة تربي فينا، ربات فينا واحد المفاهيم غلطة غلطة. من بينها كما تكلم الأستاذ محمد خميلة على الناس الذين يصيروا تصير فيهم العدوانية، يولي الإنسان يتخيل أن القوة موجودة في ماذا؟ أنه كي يتعارك معك يضربك يطيح حتى هو القوة، ولا القوة بعض الشباب ظن أن القوة هو أن يرسم جسم قوي، يولي عنده العضلات يدخل الصالة ويدير العضلات يقول هذا راجل هذا راجل. وبعض الناس تخيل أن القوة تاعو وين موجودة؟ أنه قوة تاعو في الصوت، في الصوت تاعو أنه الإنسان ما يضحكش. وبعض الناس يدير القوة تاعو يلخصها كاملة يضرب شوية وشم في يده ولا في رجله ولا يدير كاش حاجة هنا في رقبته ويخلع الناس، هذا قوي، هذا إنسان قوي. وبعض الناس يظن أن القوة وراها موجودة في النفوذ، عنده كلمة يده طويلة هذا قوي، داير بين الناس هذه القوة. وبعض الناس داير في نفسه أن القوة وش هي؟ هي الهروب من الواقع، ما قدرش يواجه، يعني لو كان يواجه الحياة يقول كان ضعيف في الحياة، مش يدير يهرب إلى الحياة الخيالية باش يبين روحه بأنه قوي، ما عندوش قوة يشعر بالفشل في الحياة، يروح يشرب الكاشي هذي باش يخرج ولا يسكر ويخرج قدام الناس هنا يسب الناس كامل باش يبين هو بلي قوي، خلاص أو يشرب المخدرات ولا يشرب الخمر ويولي يسب في الناس ويسب في والديه ولا يدخل على زوجته ويضربها يخرجها برا قدام الناس باش يقولوا بلي هذا قوي، لانه كي كان في عقله ما كانش قوي، ولو يشعر بالفشل راح جاب القوه منين؟ جابها من المخدرات باش يولي يقول الناس هذا بالك هذا يسكن، وعلى الاقل يذبح الدراري الصغار يخافوه برك هذا مكان لانه شارب الخمر. هذه هي القوه الوهميه عند الناس. القوه الحقيقيه وش هي؟ شوفوا محمد صلى الله عليه وسلم كان جايز لقى الصحابة يعملوا شوية في رياضة هنا، وش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد القوي موش الإنسان يضرب الكامل يضرب واحد يطيحه، وإنما الشديد شكون؟ يشد روحه ما يغضبش على خوفه وما يطغاش وما يسبش الله وما يقولش كلام فاحش وما يشوفون ينسوه الناس يتضاربوا يعمل عركة مع الناس، ماشي هذا هو الشديد، وإنما الشديد الذي يتملك النفس تاعه، الشديد الذي يعفو عن إخوانه، الشديد الذي يعرض عن الجاهلين، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، القوي الذي إذا وقف بينه وبين الشهوة آثر هذا الأمر أمام الله تبارك وتعالى، يعني يؤثر الإيمان بالله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام
يمثل لنا القوة أمام الشهوة. قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يوسف عليه السلام وهو الشاب الذي يمثل القوة قال معاذ الله. هذا هو القوي، هذا هو الإنسان القوي. القوي هو الذي يحسن الاتصال مع الله عندما تضيق به الدنيا، كي تضيق بك الأمور تولي عند ربي. أنت قوي، تجيب القوة من عند من؟ من عند القوي العزيز، تروح تجيبها من عنده. هذا هو القوي الذي يقويه الله سبحانه وتعالى. القوة نجيبها من عند ربي. لما ننظر إلى ذي النون يونس بن متى لما نادى ربي عز وجل قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما كان في كربتي لما التقمه الحوت وهو مليم. القوة نلتمسها في حسن العلاقة مع الله. عندما رأينا أيوب عليه السلام وهو يعاني من المرض وهو ينادي يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. القوة نلتمسها في زكريا لما رأى الحكمة وهو شيخ كبير وافتقد إلى الذرية ونادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه القوة، القوة أنك تستمد عافيتك وقوتك وجهدك ونصرتك من الله سبحانه وتعالى. المفاهيم الخاطئة، وإن شاء الله عز وجل ربما نكمل بعضها إن شاء الله عز وجل في نفس المساء. المفاهيم الخاطئة هي اللي خلت شبابنا ينحرف، وهذا من سوء التغذية العقلية. العقل لما يتغذى وما يفهمش مليح يقول لي يمشي في طريق خاطئة. يقول لك انا راجل وهو مش راجل، هو قوي وموش قوي، انسان ناجح وموش ناجح، موش فاهم وش معناتها الفشل، وش معناتها النجاح، وش معناتها القوه، وش معناتها الصبر، وش معناتها النصر. هذه اشياء كلمات كلها يبحث عنها الانسان وهو لا يفهمها. نظن اننا نكتفي بهذا ان شاء الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا على حسن الانصات، وبارك الله فيكم على حضوركم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم. نشكر إخواننا وإمام المسجد والسيد المعتمد وكذلك المنظمين على استضافتنا وعلى أن سنحوا لنا هذه الفرصة الطيبة حتى نجلس مع إخواننا الطيبين.